الخروج من ستار أكاديمي كثير من الناس شافوا إنه الطريق صعب. صح. وكثير منهم ما كمل. صح. إيش السر عند أماني اللي خلاها لا كملت وما استسلمت؟ والله يا هشام ممكن السر إنه بدايتي كانت قوية. يعني أنا بدايتي كانت مع الرحباني وهذا أعطاني ثقة كبيرة في نفسي. وبعدها ألبومي الأول نجح نجاح كبير وكان ثاني في المبيعات. فخليت حسيت إنه هذا تحدي وأنا من الناس اللي أحب التحدي. يعني أنا شخصيتي أصلاً أتحدى نفسي. مريت بصعاب. أنا وصلت يا هشام من حبي لما الشيء اللي أنا بعمله أنا بعت بيتي بتونس. شريت بيتي وبعته. والله؟ ريلي وصلت. وبعدين اجت الشركه الثانيه ورجعت وقفت على رجلي مره ثانيه ورجعت عملت البومي الثاني ونجح. رجعت واشتغلت حفلات. يعني الحياه كانت بالنسبه لي هيك ما كانت ابدا مثل ما بيتخيلوا الناس انه هي حياه ورديه. يعني ما شاء الله اجتني فرص كبيره. يعني وقفت على الجنادريه كثاني صوت نسائي غنى قدام الملك عبد الله. عملت مسرح الرحباني. وقفت على مسارح كبيره مسرح قرطاج وغيرها. هالاشياء اعطاني دافع خلاني ما عاد في مجال للتراجع. واماني خلص. يعني هاي جزء برجع وبقول لك جزء لا يتجزأ من شخصيتي